ميكروباصات وما بسأل كلمة هيك. بس لسه في سؤال والله، انت يعني ما بتخاف حاجة؟ ساندرا ما كانت يا جماعة نجيب أكتر واحد بتابعه وبيعمل حاله ما بيحكي أشغال كتيرة طريقة مجزرة خالتي أحسن أفهم واحد فيكم هو رامي. فأنا لا أنام عنه رم الصفحي. كي أستطيع كرهك كما ينبغي أن يكره عدو قومنا، أما من جانب قومك ف... كرهوا إقامتنا بينهم. أما خروجكم من الجزيرة للبلد وتنتهي هذه القسمة البغيضة هذه الكور. لأني ما عم أقدر عيشك نفس العيشة. إيه بس بهالحالة لهالدرجة يا سامي من حياتك معي؟ بابا جوسو بنتي شفتي قديش قنوع؟ قد دست على نعلي. عفوا يا بنتي، حياته كلياتها هو عم يعشق ويحب. لاي حالي فاضي مثل ما كان عمي أبو شريف أخوك.